واخيرا واخيرا البنات جابوا لكم لي شوسيت تقشرات ديال الفوياج اللي حداها شي اكسيو طار ليها البنات. كيجوني عليهم بزاف ديال الاسئله، هادو اختي ضروري ما ديريهم سوا تكوني غاديه في الطياره، سوا في الباط، وسوا غاديه في الطوموبيل ليك لراجلك لميمتك. هادو اختي راه ما كينفخوش الرجلين، عرفتوا راه جايبينهم لكم بواحد الثمن خيالي الاخوات. اللي باغا تهلا في قديمتها هي اختي، شوفوا لي غير انغوي البنات، انغوي الاخوات اورو. بزاف ديال الاخوات اللي معقدهم هذاك الشعر الزائد في الرجلين، اليوم اختي جبت لك الحل، ما باقيش اختي غادي نوض لك داك الشعر اللي في الرجيلات ديالك. ها هو اختي خذيه ورحمي لي الوالدين، راني اختي شرحت لك طريقه الاستعمال ديالو. احسن ما جربت في اكسيو هو هذا السيروم هذا يا الاخوات، كيجوني عليه بزاف ديال الاسئله طريقه الاستعمال ديالو. اختي بشرى كيفاش كديري لي؟ انا راني كنستعمله وشرحت لكم في هذا الفيديو هذا كيفاش الطريقه ديال الاستعمال ديالو. ضروري تستعمليه اختي لنمو الشعر البنات، لنمو الشعر، الناس اللي عندهم حساسيه، الناس اللي عندهم القشره، والله اختي تترحمي لي الوالدين عليه. وشوفي لي اختي الثمن ديالو راه غير اورو 49 باغا فارماسي ديال الثمن، دايره في ليدل 79 اورو، وهنا البنات دايره لها 15 اورو. اسبيغاتو مقنيه البنات، الشكل ديالهم غزالين، ديري فيهم هكا كابوتشينو، شوكولا، قهوه، عصير فنين. هاد الكيسان هادو اللي جابوهم لكم البنات هنايا في اكسيو، هاد اختي الزاج ديالهم طوبل البنات، واخا كتكون شي حاجه سخونه ما كتحرقيش، ولا تكون بارده ما كتحسيش بها، اول مره كنلقاهم هنايا في اكسيو. اللي كتقلب اختي على شي سيش لانج، انا اختي جبتها لك اختي، عرفتوا واعره لا مارك يا البنات، لا مارك غير 80 اورو، ديري لها 80 اورو يا البنات. شوفوا لي الاخوات، عرفتوا جديده على زوينه حتى هي الاخوات، شوفوا فن وتوصل حتى للدار. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف صحه وبالف عافيه. اختكم بشرى جات اليوم اخواتي مصبحه على اكسيو ديال طرار، ندير واحد الجوله، يلا خليكم معايا البنات. شوف اختي شنو كنلقى لكم اليوم في اكسيون، عرفتوا يا الاخوات يلا حطوهم هاد لي شوسيت هادو تقشرات ديال الفواياج ديال السفر، ضروري اختي ما طيروا الاكسيون تاخذوهم. هادي اختي ديريهم حتى لميمتك، لميمتك اللي كنتي عرفتوا هادو واعرين اختي، فيهم ديال لي فام وفيهم اختي حتى ديال الرجال. نقول لكم اختي العبارات، كاين اختي من نمره 35 حتى 47 حتى 47، ضروري اختي ما تلبسوا هاد التقشرات هادو، الرجيلات ديالكم ما كيتنفخوش في السفر، كانوا كيجون عليهم بزاف ديال الاسئله والله يا اختي ما كنلقاهم. اليوم لقيتهم اختي قلت غادي نبارطاجيهم اللي حداها شي اكسيو طار ليها البنات، راه ولكن كل لون النمره ديالو، ردوا البال البنات بحال هادي من 39 ل 42، راه كاينين نوامر مختلفين اختي، فهمتوا؟ دير لهم غير اورو 99. جابوا لكم واحد الحاجه يا البنات واعره واعره، وغادي تشكروني عليها يا الاخوات، بزاف ديال البنات اللي غادي تعجبهم البنات. هذا زيت جديد جابوه لكم في اكسيون، هذا اختي ديال الغازاج يعني ديال الحسانه. بالنسبه للبنات اللي كيحيدوا داك الشعر الزائد من الرجيلات ديالهم، بحالي انا كنستعمل البنات، كنستعمل هذيك لا ماشين اللي شريت من ليدل، هذيك هي اللي كنستعمل انا. الاخوات اللي كيستعملوا الماكينه ولا يعني كل واحد واش كيستعمل، انا البنات كنستعمل هذيك لا ماشين. قبل اختي ما كتحيدي داك الشعر الزائد في الرجلين ديالك، كديري هاد الزيت هذا، اول حاجه كيرطب لك الرجيلات ديالك، باش واخا كتحيدي داك الشعر ما كتقصحيش ياك. وفاش كتحيدي داك الشعر الزائد اختي، فاش كتسالي كدهنيه رجليك كدهنيه الرجيلات ديالك اختي، كدهني اختي الرجيلات ديالك. واحد البنت صاحبتي دازت من هنا خدامه هنايا في اكسيون، كدهني اختي الرجيلات ديالك باش الشعر ما كينوضش، يعني باش داك الشعر اختي ما كينوضش لك دغيا، ما كيخليش الشعر ينوض دغيا البنات. عرفتوا راه اول مره كيجيبوه لكم في اكسيون وغير اورو 99 الجديده البنات. جايبين لكم حتى هذه اختي ديال القدمان، راه كيسولوني عليها بزاف، ما كنلقاهاش البنات دائما، غير مره راه كيحطوها كطير، كتبقى اختي ديال لا مارك هذه اللي القديمه عنده التشققات في القدمين، كدهني اختي الرجل ديالك كامله، يعني قال لك كتلاحظي واحد الفرق اختي غير في سيمانه، في سيمانه كيبان لك اختي الفرق ديال القدمان البنات، تشقق القدمين، دير لهم اختي غير اورو 99. كنبارطاجي معكم دائما الجل ديال اوليفيغ البنات، شي حاجه زوينه يا الاخوات، فنه فنه. انا كنقولها لكم دائما راه هذا تنشطوا به الشعر ديالكم حتى لبنيتاتكم، ليكم ولبنيتاتكم. الاخوات اللي كيبقى الشعر ديالهم هكا يعني كيبقاو دوك الشنات هكا من القدام طالعين، راه تمشطوا شعركم البنات بهذا، حسن ما ديروا لي برودوي ما عرفتوهم ناتشور ما عرفتوهم ماشي ناتشور. هذا اختي راه كديري به ماسكات طبيعي للوجه للشعر اختي، تقدري تمشطي بيه حتى الشعر ديالك. اليوم البنات لقيتهم اختي جايبين القوماج، القوماج ديال اوليفيغ البنات، هو فيغان القوماج اختي، هذا ديال الجسم، هذا كتقومي به الجسم ديالك البنات، دير بحال هذا الموديل هذا،
اللي كنت كنبارطاجي معاكم هذا فيه واحد الريحه غزاله 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 يا البنات. غوماج هذا جوج الاورو 39. اليوم البنات لقيتو مجيبي الغوماج ديال اوليفيرا، هذا مختي مخدوم باوليفيرا، كتقومي به الجسم ديالك اختي ها هو. وفاش كتقومي البنات راه كيتنفسوا المسام، راه زوينه البنات غوماج هذا. اول مره البنات كنلقى، ما نقدر نقول لكم لا زوين لا خيب، اول مره كنلقى، ولكن كنا عارفين اوليفيرا زوينه للجسم البنات، زوينه. ها هو اختي راه داير له جوج الاورو 19 البنات، فيه نص كيلو 500 غرام. نقول لكم البنات حتى هاد جيل دوش هذا راه شحال هذا هو مقطوع زوين هذا، كتعجبني البنات حتى القرعه ديالو، يعني تحطيه هكا في الدوش ديالك عرفتي راه يعطيك واحد الديكور غزال البنات، زوين زوين. دير له جوج الاورو 79، تقدروا البنات حتى كادويات بحال هكا الناس اللي غاديين في الباطو وشادين الطريق. هذا زوين هذا تديه معاكم بحال دابا، تعطي هذا مع بارفان يجي كادو زوين، فهمتوا البنات؟ هذا مع بارفان ولا مع زوينين. دير لهم جوج الاورو 79 اختي، نحطو غير على هاد الشكل هذا اختي، غير ديكور عرفتوا علم زوينه انتم الاخوات. خويا البنات كنصور واحد السيده ديزا جلابه لابسه جليليبه ديال الرامبا زوينه زوينه. عرفتي البنات سمعتني فاش قلت لكم الجلابه، والله تعجبتني الجليليبه ديالها، قالت لي عجبتك جلابيتي، قلت لها والله اختي تعجبتني بصحتك فرحتك. ما شاء الله كتعجبني البنات الرامبا هكا جليليبات هكا ديال الجوهره، راه كيجيو واعرين البنات بالرامبا ولا قفيطنات، راه ما شاء الله يا الاخوات. عندي بزاف ديال الاسئله على هاد بيبي كريم البنات ديال اكسيون، هادي يسولون عليه بزاف ديال البنات اختي بشرى، راه كنمشيو ما كنلقاوهاش البنات، راه انا كنجي ما كنلقاش، راه كطير ما شاء الله بيبي كريم البنات. وخصوصا كننصحكم بهاد لا مارك، هادي راه واعره يا البنات، هادي راه داير بحال الصباغه ديال الحجبان، غنوريكم لا مارك ديالها. هادي راه جايبينها لكم البنات في الصباغه ديال الشعر، جايبينها لكم في فوندوطا، وجايبينها لكم في الصباغه ديال الحجبان البنات، شفتوا نفس لا مارك، راه كتبقى ماركه واعره البنات، هذه راه ماركه واعره الاخوات. كاينه فيها هذه كتجي كليغ على البنات، وكاينه اللي كتجي غامقه ها هي البنات، وكتجي متوسطه، يعني كل واحد كياخذ الاخوات على حسب الوجه ديالو. هذه كتجي متوسطه، وهذه كتجي كليغ، وهذه كتجي غامقه البنات. وباش كتعجبني فيها اكخو ديال الشمس البنات 30، يعني كتهيدراتي ليك اختي لابو او ميم طو يعني فوندوطا، وفيها ايكخو ديال الشمس. ولكن البنات في هاد الحراره هادي ضروري خاصك ديري ايكخو ديال الشمس، هاد ايكخو كيحميك 30 البنات، يعني الا ما كانت الشمس مزهده بزاف فهمتوا الاخوات. ولكن دابا اختي ضروري ما ديرو 50. ها هي اختي درنا غير جوج الاورو 12. لقيتو مع البنات حاطين حتى القلم، القلم البنات باش كتكحلي العوينات ديالك شي حاجه واعره. ها هو الاخوات هذا راه جابوه في بلاصه القلم اللي كان البنات، حيت دائما كيبدلو. وهذا راه ما تحتاجي لا منجاره لا حتى شي حاجه، فاش كتلقاي بدا يسالي كديري ليه كومسا وكيطلع البنات، شفتو زوين. وكتجي فيه هاد اللعيبه هادي باش كتقاديه زوينين البنات، راه ديالهم غير 99 سنتيم. ها هو اختي حاطين لكم، حاطين لكم حتى هاد تراساجات، راه ماشي بزاف باش جابوهم. واللي كنصحكم هي الزنيقه، تزنيقه يا البنات عرفتوا راه اختها اختي في سيفورا، والله القسم الا دايره الثمن هنا في اكسيون راه رخيصه. اللي باغي ياخذ تزنيقه من هنا من اكسيون كننصحكم بهذه، زوينه البنات راه اورو 19، راه كطيره البنات. العكوره راه حاطينهم لكم بكونتيتي كثيره، انا كيعجبني البنات نجي لاكسيون في الصباح، علاش؟ لان كنلقى البنات الدنيا خاويه، كتختاري اختي كيف ما بغيتي وكديري اللي بغيتي، كتلقاي السلعه مقاده. اما لا بقيتي حتى العشيه راه ما كتلقاو البنات والو. انا دائما اكسيو تقريبا كندخل هنا الاولى، والله القسم على البنات. شوفوا لي هذا سميتو، هادو راه زوينين اورو 19 البنات. هذا الا كانت شي مناسبه كيجي فونسي بزاف، وهذا كيجي غوز، زوينين هادو غير اورو 19 البنات. لقيت من البنات جايبين هاد الضفيرات هادو، اول مره كنلقى هاد الموديلات هادو هنايا. ديري ليهم البنات اورو 39 فيهم 24 بياسه، كاين القهيوي وكاين هاد الخضيط راه هذا البنات، وكاين الشويبي. هادو راه تقدروا تصبغوهم البنات، هادو تقدري ديري فوقو شي صباغه. 24 بياسه اورو 39. شوفوا لي البنات الجديد ديال اكسيون، عرفتوا اول مره كنلقاه، كيجي البنات في البواطه على هذا الشكل هذا، فيه 14 بياسه، غير حليته بغيت نوري لكم كي تيجي. عرفتوا زوين كيجيو فيه هذا ثلاثه الشيتات، هذه باش كتنطوي الوجه، هذه الاخوات ديال الفوندوطا، عرفتوا كيجي الشكل ديالها غزاله البنات، شوف فنين، هذو راه كيجيو تقدروا تحيدوهم وكيبقى يعني هنا تقدري تورغانيزي شي حاجه اخرى، تقدري تخليهم على هذا الشكل. وغير هادي عجبتني بعدا نورغانيزي فيها اختي الماكياج ديالي، عرفتي علاه زوينتهم يا البنات. اول مره كنلقاهم اختي في اكسيون، وشوفي لي الثمن ديالهم غير 4.95 اورو، راه ما ثمنتش شي تات، 4 اورو يا البنات حمقوني.
هانتي اختي وشوفي لي الجديد ديال اكسيو، جايبين لك اختي مرايه ديال الصاك. هذه اختي ديريها في الصاك ديالك، تبغي تقادي الحاله، تبغي تقادي اختي الماكياج، زوينين البنات والله القسم الا زوينين. دير لهم اختي غير اورو 99. هانتي اختي ديريها في السويك ديالك، علم زويناتهم. اول مره كنلقى هذا الموديل هذا، جيب لكم حتى هذا السويك هذا البنات كانوا جابوهم شحال هذا وما كنتش كنلقاهم. هذا اختي كيجي ادروس، فيه اختي 18 بياسه باش كتقادي الرجيلات ديالك، الضفيرات ديالك، المقص ديال الضفران، زوينين هذو البنات. دير لهم اختي جوج الاورو 95. حاط لكم حتى مرايات زوين، هاد المرايات البنات اللي حاط لكم هنايا في اكسيو فنين، فيها النوار البنات وفيها البيض زوينين هادو، ديرهم جوج الاورو 99. ها هي اختي النوار ديالهم، شوف علم زويناتها. كاين هذا الموديل هذا كيجي فيه الضو هذا البنات، هذا اختي كتبركي عليه هنا وكيشعل الضو، وهنا كديري خويت مع تحويلقات زوينين هادو، دير لهم 5 اورو 99. البنات جابوا لكم هذا السطل هذا ديال لابوب، ما عجبني الشكل ديالو يا البنات. هذا راه كيجي ميطال ماشي بلاستيك البنات، هذا راه ميطال الاخوات. شوفوا علم زوينات وفنيون ميطال، نشوفوا لداخل هاو، شوف كيجي هذا اللي لداخل بلاستيك، هذا اللي لداخل بلاستيك البنات. اصلا زوين ها نتوما كتسديه صافي وكتحليها وكينزل دوسوم، والله الا عام زوينات البنات. كيهز لكم 6 لتر، اول مره كنلقاها الاخوات. هذا جديد اختي ديال اكسيون، ديري له نافوغو 95 البنات، نافوغو 95. لقيتهم جايبين حتى هاد الموديلات هادو، راه ما شاء الله يا البنات جايبين لكم بزاف ديال الجديد. هادو كيجيو بكيسان البنات، جوج ديال الكيسان. شو هذا كيجي فيه هاد القريض اختي، كتجي هنا سميتو الجسم ديالو، هنا الراس ديالو. هادو اول مره كنلقاهم البنات، زوين بحال دابا هكا عندك وليداتك بغيتي تاخذي ليهم هكا جوج كيسان، فهمتوا البنات. زوين كاين بزاف ديال لي موتيف، ها نتوما هذا ديناصور، كاين هذا اختي فيه هاد الدب هذا، شو البنات ها نتوما كاين اختي هاد النمر المقنع، زوينين ديري ليهم البنات. ها هي دو كافي، دير لهم 3 اورو 29، لا ها هي اختي فيها جوج، دير لهم جوج الاورو 49. اول مره كنلقى هاد الموديلات هادو هنايا في اكسيون، اول مره كنلقاهم هنايا في اكسيو البنات. هاد الكيسان هادو فيهم الزاج مضوبل البنات، ولكن هاد الديزاين هذا اول مره كنلقاه. شوف هنا دايرين فيه القهوه، وشوف البنات كي تيجي الشكل ديالو، عرفتوا واعر يا البنات. تقدري ديري فيه قهوه، تقدري ديري فيه اي حاجه البنات، موناضه، اي حاجه زوينه البنات، كوكتيل ديال لي فخوي زوين زوين، كابوتشينو، عرفتوا علم زوينه تما البنات. شو الديزاين كي تيجي فنيون الاخوات. هاد راه الزاج ديالهم دوبل، يعني واخا كتكون شي حاجه سخونه كتهزي الكاس اختي ما كتحرقيش، ولا شي حاجه بارده هكا ديري فيه كلاص، ولا يعني ما كتحسيش انت بالبروده. زوينين البنات، اول مره كنلقاهم غير اورو 98، لا جوج الاورو البنات، هو الثمن ديالو جوج الاورو 49. غزالين اختي الجديد ديال اكسيو. عليكم حتى هاد الانسومبل هذا زوينين يا البنات، شوفوا لي الاخوات الانسومبل اختي ديال القهوه، شوفي لي الانسومبل الكاس كيدير، والبلاط اختي اورو 99. عرفتوا الانسومبل كيجي غزال اختي، شوفي لي الموديل كيدير، عرفتوا حمقني يا البنات. هكا اختي اي واحد يجي عندك تعطيه كويس ديال القهوه اختي، بتحمرت الوجه فنين. والبنات راه رخيص هاد الشيء هنايا في اكسيو، والله القسم في بلايص اخرين اختي راه دايرين الثمن. حتى هذا الموديل هذا بالنسبه اللي باغي ياخذ هكا قريعه ديال الماء على حساب وليداته، زوين. هذه كدير لهم الماء تكوني خارجه هكا وتهزيها معك في الساك، ولا زوينين هادو. راه غير 99 سنتيم، ها هما شو راه فيهم اللوينات البنات، هادو غير 99 سنتيم، زوينه كتجي فيهم على هذا الشكل هذا وكيشربوها الاخوات، زوينه فنيون. يعطوا لوليداتكم الماء، الماء البنات في الصيف وياكم وياكم زعما تغفلوا عليهم ضروري، خصوصا الصغار، مازال الكبار راه كيعطشوا كيمشيو يشربوا. كاين هذا الموديل هذا البنات هو زوين، تكوني هكا خارجه ديري فيه غادي للخدمه، ديري فيه هكا الماء والثلج، ديري فيه سيترون، زوينه البنات. دير له اورو 99 هذا الموديل هذا. عرفتي هادو في ليامات ديال الكادو ديال لا ميتريس، عرفتي كانوا طاروا يا البنات، اكثر يد الناس دو بحال هاد الموديلات هادو، يعني زادوا عليهم حويجات اخرين من طبيعه الحال. دير له اورو 99، راه حاطينهم اختي اليوم بكونتي تكسيره. كاين حتى هاد القريعات هادو كيجيو فيهم هاد لي موتيف هادو، دير لهم اورو 33، زوينين هادو ديال الماء البنات، اورو 33. اسم حاطين هذا الموبل هذا البنات مع هاد الطبيله، عرفتوا راه ما خلوش ليا العقل يا البنات. شوفي لي اختي الطبيله كي كتجي غزاله، قال لي 100 اورو البنات. دائما كتلقاو حويجات واعرين هنا في مايس، باقا جديده البنات. هادو اختي راه ديال ميزون دومون، كتجي اونسومبل مع هاد الموبل هذا، عرفتوا زوين. شوفي اختي هاد الموبل هذا، شوف البنات كي تيجي، هذا راه غونجمو البنات، والهيها مجوره فيه 3 ديال المجوره، عرفتوا راه زوين يا البنات. كنقولها لكم دائما تجيو ديروا واحد الدويره هنا البنات في اكسي في هنايا البنات في
في إيمايس راه كيكون عنده العجب يا البنات، هادو الخسيرات ديال ميزون دوموند عاطينهم ليهم جد عجبني حتى هذا الموبل هذا زوين كيجي اسورتي، ولكن تقدري اختي تاخذي كل بياسه بوحدها. شوفي لي اختي الديكور ديالو كيدير هذا، اختي ديريه في الصالون ديري علم زويناتو، وهنا كيجي مجر على البنات، هنا كيجي مجر صوره واعر واعر ديال ميزون دوموند البنات. شوف فن فن، كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا، هادو لقيتهم عندهم جداد البنات فهمتوا، زوين هذا الستيل هذا اختي نحلو لكم. ها نتوما البنات شفتوا شو كي تيجي ما شاء الله اختي، راه ما تخزني فيها ولكن بالحق الناس اللي عندهم الاسباس شتي صح كويس. سي سي بوغ صالون جو بون صالون هذا تي ما شاء الله غزالين غزالين، عجبني البنات واعر واعر ويلاه ما شاء الله. شوف كاين عندهم حتى هذا الموديل هذا زوين هذا كيجي اسورتي مع هذا، ولكن تقدري تاخذي كل واحد بوحده. انا ماشي غنقول لك جي طيري خديهم، بغيت غير تاخذي فكره على ايمايس اختي. هذا راه كيجي ها هو الباب ديالو، شوف البنات زوينه هذه كتجي هكا ديكور، ديرها في الصاله ديري فين ما درتيها، وشوف اختي فيها طابوله هنايا شفتوا، يعني راه شي حاجه واعره البنات زوينه فنه فنه. وهنا في هذا الايطاجيغا هذا شوف كنقول لكم دائما ايمايس البنات راه فيه العجب، هنا مجوره البنات شفتوا، هذه فيها ايطاجيغات ديال الزاج وهنا مجوره. ولا شريتي شي حاجه راه كيف قلت لكم دائما التوصيله الاخوات حتى للدار. بقيت عندهم هاد البغوص هذيك اللي غير جوج الاورو البنات فهمتوا، ما ديال الشعر اختي دو اورو جوج الاورو لا مارك ديال بابيز. البنات عندهم هاد الحكاكه ديال القدمان قال لي اورو باقا جديده يا البنات ما مستعملاش، انو حكاكه ديال القدمان اختي اللي بغات تهلا في قديمتها قال لي اورو يا البنات. برا كتلقاو عندهم اسبيغاتور اللي خاص اختي شي اسبيغاتور، شوف هذه راه ديال ليدل البنات والله القسم الا ديال ليدل، هذه اختي راه دايره كنت بارطاجيتها معكم بشحال البنات والله ما عقلت، هاهما اختي دايره لها 15 اورو لا مارك ديال ليدل البنات متقنه، كنت بارطاجيتها معكم والله ما عقلتش 75 اورو ولا، ها هي اختي هنا في ايمايس دايره لها 15 اورو. بارطاجيتها معكم ب 79 اورو البنات هاد الاسبيغاتور في ليدل، جبتها لكم اختي اليوم غير ب 15 اورو، 15 اورو يا البنات من 79 اورو غتبقى لكم غير ب 15 اورو. هاهي البنات خدامه هانتوما شوفوا لي هي خدامه كتاسبيري لك غير 15 اورو يا البنات، هاهي شفتوا هانتوما البنات شفتوا خدامه 15 اورو يا البنات، دايره في ليدل 79 اورو وهنا البنات دايره لها 15 اورو، اسبيغاتور البنات 15 اورو. شو كتخدموا فيها الاضاءه يا البنات ورا الشارج ديالها البنات، يعني كتقدروا حتى بغيت ديروا هكا فوطويات البنات كتحليها من تما وكتهزي كديري هكا فوطويات كتديها على حساب الطوموبيل على حساب 15 اورو يا شتي، ها هي كتاسبي غير البنات شوفها والله جرات يا البنات هو كتجر اختي، ها شوف هادي كديري بها سميتو اي حاجه 15 اورو البنات، هادي قال لي تقدروا ديروا فيها الماء، هادي اختي كتجفف ليكم البنات وي هادي وي كتحيدوا هذه الماس هذه كتسيقوا بها كتجف لكم الارضيه البنات، ها هي 15 اورو. انا اختي هزيت هذه الماس ما عرفتش واش غادي ناخذها، رانا باقا اختي حايره. شوف البنات هذه كتجفف لكم الارضيه كتنقي لكم بالارض، ها هي اختي فيها البريز ديالها كتنقي لكم البنات بالماء بالماء يا البنات غير 15 اورو. البنات عجبني حتى هذا الراديو هذا عندهم راديو وفيه غيفي وفيه مكانه، شو الشكل ديالو على مزويناتو ديروا له الاخوات غير جوج الاورو، كنقولها لكم دائما عندهم حويجات زوينين. شوف الاخوات عندهم حتى هاد لي باف هادو ديري لهم جوج ب 15 اورو، ها هو الاخوات الباف اللي باغا دير شي مناسبه لا مارك ديالها هي سونيا البنات شفتو بفان غزالين الاخوات، ديري لهم جوج ب 15 اورو جوج ب 15 اورو. عاد كاينين عندهم الصغار الكبار اي حاجه اختي بغيتوها كتلقاوها. البنات لقيت هذا الفران هذا ما عرفتش كلي شرا ب 10 اورو، شوف البنات فران باقي نقي الاخوات، شوفي لي اختي اللاطه ديالو فران زوين ب 10 اورو البنات، ها هو التباع شتو قال لي التباع الاخوات شتو فران زوين، كنقول لكم كتلقاوه ميزه واعرين هنايا في ايمايس البنات. البنات لقيت هذا الراديو هذا شراه واحد السيد على مزوينات ولا مارك ديال سوني يا البنات، لا مارك ديال سوني تباع ب 3 اورو قال لي 3 اورو. البنات لقيت عندهم هاد لاباري هادي والله ما عرفت ديالاش البنات، لا مارك ديال طيفال ماركه واعره وباقا جديده نقيه ديري ليها 10 اورو يا البنات. شوف اختي شحال ديال لي بيس فيها، كطيبي فيها كدير لك الفابور هانتوما البنات، راه قلتها لكم في ايمايس هنا كطيبي. شوف البنات
يعني ما شاء الله نجره هاي الماس شتو هاي الاخوات على هذا الشكل هذا. قال لي كطيب لي كدير لي كل شيء للناس. هاي حاطين لها 10 اورو. كنقول لكم دائما في اي مايس اختي راه كتلقاو العجب كتجيو ديروا واحد الدويره كتلقاو العجب البنات. هذه تاهي اختي شنو هاد الشيء هذه؟ قال لك طيب لك سيد دجاج كوكوت هذه دير لها 3 اورو. يلا والله ما عرفتش البنات هذه شنو هي منين كتحل بعد يعني كتجيو تقلبوا هذه تقريبا البنات شي كوكوت هذه تتكسبوا لي البنات في التعاليق ما عرفتش شنو هي جاني بحال كوكوط البنات والله الا بحال كوكوط. ها هي تحلات لينا اختي فخيتوزه البنات فخيتوز كتقلي فيها هذه اختي 3 اورو لا مارك ديال مولينيكس. هنا دايرين 5 وهنا 3 ولكن 3 اورو. واللي خاصها اختي شي سيش لانج لا مارك اختي ديال بوش. لا مارك اختي ديال بوش هي 80 اورو البنات ديال لا مارك الاخوات 80 اورو. باقا جديده يا البنات باقا جديده 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 سيش لانج الاخوات. ها هي دير ليها 80 اورو يا البنات. عرفتوا شي حاجه زوينه زوينه وعجبتني باقا نقيه الاخوات باقا نقيه 80 اورو ولا مارك